كده احتكر على الله. او بي 31 يا جماعه غني عن التعريف، بيوجد معاه دلوقتي جراب شفاف، حاجه محترمه جدا. طبعا احنا العده هنشوف محتويات العده والجامع العده، وصل الشحن هاندي فري، وده دي نادرا لما بتيجي مع العده، بتيجي هاندي جاي الهاندي فري الاصلي بتاعها، الشاحن بتاعها تمام، الحاجه اللي جايه مع الجهاز. الجراب طبعا زي ما احنا عرفنا، والضمان. ورينا كده يا شيخ بعد اذنك وجهه الجهاز، احنا طبعا فتحناه وعملنا الاعدادات بتاعته، حاجه يعني سلسه جدا وجميله جدا. ده ظهر الجهاز يا جماعه، حاجه ممتازه جدا، بلاستيك حاجه محترمه قوي، خامه البلاستيك حاجه فخمه. كاميرات كم كاميرا يا شيخ؟ كم كاميرا معانا يا شيخ النهارده؟ ثلاثه ان شاء الله، ثلاث كاميرات، وطبعا بصمه الصباع، بصمه خلفيه. وريني كده وجهه الجهاز يا شيخ لو سمحت، شغل الجهاز. يعني حاجه سلسه جدا وجميله جدا، جهاز غني عن التعريف، جهاز حاجه محترمه جدا جدا جدا. تمام يا شيخنا.